متابعينا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من فانتازي يلا كوره. هنتكلم النهارده عن اهم وافضل اللعيبه في الجوله 30. في حراسه المرمى ممكن تجيب كليهير حارس مرمى ليفربول اللي هيكون عليه اقبال تاريخي، ده غير كمان انه سعره كويس جدا وممكن كمان يطلع باتنين كلين شيت في الماتشين اللي جايين عنده برايتون في الانفيلد وبعد كده شيفيلد يونايتد خارج الملعب. نروح للدفاع، بن وايت لاعب ارسنال الراجل في فورمه عاليه جدا وبيسدد على المرمى كتير، ده غير انه كمان بيعمل اسيستات فهيبقى اختيار كويس جدا ليك، ده غير كمان انه صعب يقعد على الدكه طول ما ارسنال بينافس على الدوري الانجليزي. لو عايز بقى اختيار ديفرنشال عليكوا على جوستو لاعب تشيلسي الراجل بيساهم هجوميا بشكل قوي جدا، ده غير انه كمان عامل 2 اسيست اخر 4 جولات فهيبقى اختيار مناسب برضه. نيجي لخط الوسط، الملك المصري محمد صلاح بعد رجوعه من الاصابه متوقع انه يشارك بصفه اساسيه في الفتره اللي جايه اللي هي اهم فتره للموسم بالنسبه لصلاح وليفربول، فلو ما كانش عندك صلاح فلازم تروح تبيع اي حد وتجيب صلاح. سون كمان لازم يفضل مكمل معاك، الراجل بينافس على الهداف ده غير انه كمان بيبقى معاه ضربات الجزاء فده ممكن يخلص في اي ماتش سواء بجول او اسيست فده ما ينفعش تستغنى عنه. نروح للهجوم، السفاح الراجل اللي حاجز مكانه في تشكيله لعيبه الفانتزي ده اساسي وممكن يسجل امام ارسنال عادي جدا وفي اي فريق في الدوري الانجليزي. نرجع تاني لليفربول ونروح لداروين نونيز، الراجل ده لو اتاكدنا انه سليم 100% قبل الديدلاين اللي جاي فلازم يكون في تشكيلته لانه فعال بشكل قوي جدا على الجول وبيعمل ثنائيه ناريه مع صلاح. نروح لمهاجم سعره حنين شويه وهو ايزاك، الراجل عنده جدول ماتشات كويس وفرق اغلبها عندها مشاكل في العمق ده غير كمان انه معاه ضربات الجزاء فخليه معاك مش هيخسر. اول حاجه عايز اتكلم عليها هي تشيلسي، تشيلسي زي ما عمرو دياب بيقول المعنويات مرتفعة، فريق تأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وبيقدم مستويات متميزة الفترة الأخيرة مع بوتشيتشينو. أنا شايف مباراة سهلة لتشيلسي قدام بيرنلي، اختيار بالمر هيكون مهم الخط وسط في فريقك في الفانتازي وكمان اختيار نيكولاس جاكسون في الخط الهجوم، خاصة الفريق هيلاعب شيفيلد يونايتد ونوتنغهام فورست الجولة اللي بعدها، فبالتالي وجود لينو مهم جدا في فريقك إن الحراس الباقية كلها تلعب ماتشات صعبة. لو رحنا لتوتنهام، توتنهام عنده ماتش سهل جدا مع لوتون تاون، فوجود بيدرو بورو مهم جدا في الخط الدفاعي الفريق. بمناسبة الماتشات السهلة عندنا ماتش سهل يعتبر لأستون فيلا قدام ولفرهامبتون، ولفرهامبتون اللي عنده إصابات كتير الفترة الأخيرة، فبالتالي واتكنز مهم جدا يكون موجود في خط هجوم فريق، خاصة إن هو كان موجود في التوقف الدوري الأخير مع منتخب إنجلترا. ساكا كمان لو ما اتصابش مهم جدا يكون موجود في فريقك حتى لو هيلعب مانشستر سيتي. لو هتسألني هالكابتن مين هقول لك بالمر، بالمر متألق مع تشيلسي الفترة الأخيرة، كمان بيرنلي كانت انطلاقة اللاعب خلال الدور الأول. دي كانت أبرز صحيحنا للجولة 30 من فانتازي بريمير ليج، تابعونا في حلقات جاية كتير مع فانتازي يلا كوره.